السلام عليكم. عندنا زوج وصفات في ضربة هذه المرة، من جهة نفهمكم كيفاش ديروا الكونسيرف ونديروا سلطة مشوية. نبدأ بسم الله. عندنا الفلفل الطرشي والحار والطوماطيش والثوم، واللي يحب حبة بصل، هادو ما كامل نشويهم. أنا على كيلو طوماطيش ندير كيلو تاع فلفل طرشي مخلط مع الحار، نشويهم نقيهم. ما لازمش كاع يقيس الماء، لازمك تنقيه غير بالموس، وتحاولي على قد ما تقدري تنحي القشرة الكحلة. نحطهم في كسكاس يقطروا مليح من الماء تاعهم، ومن بعد نجوزو باش نرحيو. ترحي نورمال في غوبو، واش هي تبداي بالفلفل هو الاول باش اللون تاعو يقعد خضر، نرحيوه في لاغاب خليه خشين، ومن بعد ارحي الطوماطيش. فان سالادي نحطو الفلفل والطوماطيش اللي رحيناهم، نزيدو هذيك الثوم اللي نقيناها ودرسناها، ملح وشويه زيت زيتون. السلطة المشوية تاعنا واجدة. انا ندير دايما الزيادة اللي تبقى لي، نديرها كونسيرف نهار واحد اخر نسحقها، بصح ما نديرش زيت زيتون. حاجة واحدة لازم يكونوا مغسولين مليح البلارات، نعمروهم نخلي 1 سنتيمتر ناقص، نغلقهم ونحطهم في طنجرة نعمر عليهم الماء، نغطيهم ونخليهم لمدة ساعة ونص، ومن بعد كي يبردوا نخبيهم في البلاكا. انا ندير كامل الخضر هكا ولا ماكلة بقيت لي كي نستحق نصيبهم واجدين. البيطراف واجد كيما راكم تشوفوني دايره لوبيا مانشتو، دايره بيتنجر، وندير كلش مام طوماطيش زروديه واخ سيزون نجبدهم، نخبي حاجه في وقتها. وبالنسبه للفواكه نفس الشيء، حاجه واحده عندهم يستيريليزاسيون ساعه هكا. نقولكم في امان الله.